نبدأ بالتحدث عن موضوع الصوت. عندما نذكر كلمة الصوت، قد يتبادر إلى ذهنك صوت عصفور، صوت المؤذن، أو حتى صوت مزعج كصوت الحفارات الطرق. كيف ينشأ هذا الصوت؟ لكي تستطيع الإجابة عن هذا السؤال، نقوم بتجربة بسيطة جدا، عبارة عن قطعة مطاط مثبتة على صندوق. انظر عزيزي الطالب، لم أفعل سوى أني قمت بعملية اهتزاز للمادة. إذن ينشأ الصوت نتيجة اهتزاز المادة. ينشأ الصوت من اهتزاز المادة. ولكي أثبت لك عملية اهتزاز المادة، ضع يدك على حنجرتك وانطق بأي كلمة ستلاحظ اهتزازا في تلك المنطقة. ولكن السؤال الآن، هل ينتقل الصوت في المواد الصلبة؟ هل ينتقل الصوت في المواد السائلة؟ هل ينتقل الصوت في المواد الغازية مثل الهواء؟ هل ينتقل الصوت بالفراغ؟ لكي نستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة، سنقوم بعدة تجارب. في المواد الصلبة لدينا علبة وداخلها قطعة معدنية. بالتأكيد قد سمعت صوت قطعة النقود، وهذا دليل على أن الصوت ينتقل في المواد الصلبة. لكي نثبت أن الصوت ينتقل المواد السائلة، نحضر علبة بداخلها ماء. قمنا بترقيم الملعقتين، لاحظ صدور صوت للملاعق. إذن ينتقل الصوت في المواد السائلة. في المواد الغازية ما رأيك؟ الهواء. أنت الآن تستطيع أن تسمع صوتي خلال الهواء، إذن ينتقل الصوت في الهواء في المواد الغازية. لذلك نستطيع التواصل مع الآخرين عن طريق التحدث من خلال الهواء. إذن نأتي أيضا إلى الفراغ. تتساءل ماذا تعني كلمة فراغ؟ إذن فراغ لا توجد مادة سواء صلبة أم سائلة أم غازية. إذن يجب أن نعمل على إفراغ المكان من الهواء. لذلك انظر عزيز الطالب إلى صفحة 44 الشكل 5-2. هذا جهاز يسمى الناقوس الزجاجي. ما وظيفة الناقوس الزجاجي؟ الناقوس الزجاجي يعمل على تفريغ الهواء من خلال الخرطوم. وضعنا ساعة منبه وقمنا بتفريغ الهواء خارج العلبة الزجاجية. نلاحظ أن العلبة الزجاجية نفذت من الهواء. عند تشغيل المنبه لا نسمع صوت. إذن من هذه التجربة البسيطة نستطيع إثبات أن الصوت لا ينتقل في الفراغ. سوف نثبت لماذا ينتقل الصوت في المواد الصلبة والسائل والغازية ولا ينتقل بالفراغ. كما تعلمت في درس الكثافة في الفصل الماضي أن كل مادة صلبة سائلة غازية تتكون من دقائق أو من جزيئات. فالمواد الصلبة تتكون من جزيئات وجزيئاتها متراصة جدا، أما المواد السائلة تتكون من جزيئات أو دقائق متباعدة، والمادة الغازية تتكون من دقائق متباعدة جدا. بالفراغ تتوقع هل تتكون من دقائق؟ طبعا لا تتكون من دقائق. ما وظيفة هذه الدقائق؟ عند إصدار صوت، نفرض أنه صوت جرس، تصدر الموجات الصوتية. هذه الدقائق تعمل كوسط ناقل، تنقل الصوت إلى الأذن. وأيضا بالحالة السائلة تنقل هذه الدقائق الصوت إلى الأذن، في الحالة الغازية تحتوي على دقائق تنقل الصوت إلى الأذن. في الفراغ لا توجد دقائق، إذن لا تستطيع أن تنقل الموجات الصوتية. والسؤال الآن، في أي المواد الصلبة أم السائلة أم الغازية ينتقل الصوت بشكل أسرع؟ انظر إلى الشكل. في المواد الصلبة الجزيئات متراصة جداً، إذا ستكون عملية النقل سريعة لأنها متراصة جدا، ليست متباعدة عن بعضها البعض. كأي عملية تحتاج إذا استخدمنا أكثر من عامل ننجز العمل بكل سهولة ويسر بسبب التعاون المتكاتف بين أفراد المجموعة. وإذا قل العدد وكانت متباعدة سوف ننجز العمل بشكل أبطأ. إذا تنتقل المواد تنتقل عفوا الصوت في المواد الصلبة بشكل أسرع من السائلة والغازية. هنا في صفحة 46 جدول 5-1
نلاحظ انتقال الصوت في الهواء والماء والحديد. سرعة الصوت في الهواء 340 متر لكل ثانية، في الماء 1450 متر لكل ثانية، في الحديد 5000 ميل لكل متر لكل ثانية. إذا هون يقطع الصوت 340 متر في الثانية الواحدة، الزمن متساوي ثانية واحدة لكن المسافة تختلف. لاحظ أن الصوت يقطع مسافة أكبر في ثانية واحدة. إذا هنا بناء على الجدول السابق، أيهما أسرع، انتقال الصوت في الوسط السائل الماء أم الوسط الصلب؟ من خلال الإجابة والجدول الحديد سوف ننتقل إلى حل سؤال أطور معرفتي. لماذا يكون انتقال الصوت في الأوساط الصلبة أسرع من انتقاله في الأوساط السائلة أو الغازية؟ أجبنا عليه قبل قليل، في الأوساط الصلبة لأنها تحتوي على وسط ناقل أو جزيئات، هذه الجزيئات تكون متراصة جدا. ننتقل إلى سؤال أقوم تعلمي. تخيل أنك ذهبت مع زملائك في رحلة فضائية إلى سطح القمر، انظر الشكل 5-5، ولما وصلتم إلى هناك بدأ الجميع بالتصفيق والتهليل. إذا علمت أن القمر لا يحتوي على غلاف جوي، فهل ستستمع أصوات زملائك؟ لماذا؟ طالما لا يوجد غلاف جوي، إذن لا يوجد هواء، إذن بالسطح القمر يوجد فراغ. هل ينتقل الصوت بالفراغ؟ لا ينتقل الصوت بالفراغ. إذن هل تسمع أصوات زملائك؟ لا، لأن الفضاء عبارة عن فراغ لا يحتوي على وسط ناقل. رتب تنازليا المواد الآتية حسب سرعة انتقال الصوت فيها: النحاس، غاز النيتروجين، الماء. نصنف المواد أولا إلى حسب حالتها الفيزيائية: النحاس صلبة، غاز النيتروجين في الحالة الغازية، والماء سائل. كما قلنا قبل قليل، النحاس حالة صلبة، إذن سيكون سرعة الصوت أكبر، ثم الماء الحالة السائلة الماء، ثم الحالة الغازية غاز النيتروجين. هكذا أنهينا الدرس الأول. ننتقل إلى الدرس الثاني وهو سماع الصوت. كيف تسمع صوت زميلك؟ كيف تسمع صوت المؤذن؟ كيف تسمع صوت العصافير؟ كيف تتجاوب مع الآخرين؟ عن طريق الأذن. الأذن هي العضو المسؤول عن حاسة السمع، المسؤول عن حاسة السمع هي الأذن. تتجلى عظمة الله سبحانه وتعالى في تركيب الأذن. نظن أن الأذن فقط تتكون من الجزء الخارجي الذي نراه دوما، لكن الأذن فعلا تتكون من ثلاثة أقسام: أذن خارجية وهي الظاهرة لنا، أذن وسطى، وأذن داخلية. الأذن الخارجية تتكون من ثلاث أقسام: صوان الأذن الظاهر لنا، ومن ثم قناة، وبالنهاية تتكون من طبلة الأذن. إذن صوان الأذن، قناة الأذن، وطبلة الأذن. نتعرف على وظيفة كل جزء. عندما نصدر أي صوت، صوت جرس المدرسة، فإن صوان الأذن يقوم بتجميع الموجات الصوتية. بعد تجميع الموجات الصوتية، قناة الأذن تعتبر ممر للموجات الصوتية حتى تصل إلى طبلة الأذن. طبلة الأذن عبارة عن غشاء، طبقة جلدية رقيقة مشدودة. هلا عند انتقال الموجات الصوتية سوف تهتز طبلة الأذن كما فعلنا بالنشاط السابق، اهتزاز للمادة. هذه وظيفة الأذن الخارجية.
صوان الأذن يعمل على تجميع الموجات الصوتية. قناة الأذن تنقل الموجات الصوتية عندما تصل إلى طبلة الأذن، وهي طبقة جلدية رقيقة تهتز. الأذن الوسطى تتكون من 3 عضيمات. ننظر إلى الشكل، صفحة 48. هذه العضيمات مطرقة، سندان، ركاب. مطرقة، سندان، ركاب. هذه العضيمات الثلاثة مطرقة، سندان، ركاب كما في الشكل، متصلة مع بعضها البعض وتتعاون وتكاتف مع بعض في نقل الاهتزازات. إلى من ستنقلها؟ تنقل المطرقة تنقل الاهتزازات إلى السندان، والسندان ينقل الاهتزازات إلى الركاب، لتصل إلى قوقعة وعصب سمعي. نسمع قوقعة تشبه القوقعة الحلزون، ومن ثم عصب سمعي. في القوقعة يوجد داخلها سائل، هذا السائل يهتز ينقل الاهتزازات إلى العصب السمعي. من كلمة عصب عزيز الطالب يخطر ببالك الدماغ. نعم، العصب السمعي ينقل الاهتزازات إلى الدماغ ليقوم بتفسيرها، فنميز الأصوات، نميز صوت المعلمة عن صوت الأم، عن صوت الحيوانات. ننظر إلى المجسم، هنا أصدر الصوت. هذا الصوت هي صوان الأذن، يقوم بتجميع الموجات الصوتية، ينقلها عبر القناة، قناة الأذن، وهنا الطبلة. الطبلة توجد عندنا 3 عضيمات، السندان والركاب والمطرقة، تنقل الاهتزازات إلى القوقعة. انظر، تشبه القوقعة. القوقعة توجد داخلها سائل، هو الذي يهتز، السائل الذي يوجد داخل القوقعة متصلة بالعصب السمعي. العصب السمعي ينقل الاهتزازات إلى الدماغ، والدماغ يفسر لنا الأصوات. إذن سبحان الخالق، الأذن تتكون من 3 أقسام: أذن خارجية، أذن وسطى، وأذن داخلية، تتكاتف مع بعض لكي نستطيع تمييز الأصوات. ننظر إلى صفحة 49. أطور معرفتي. خلق الله تعالى القناة السمعية بهذا الشكل، قناة سمعية للأذن، بحيث يفرز جدارها مادة شمعية تشبه الصمغ. وهذا ما تلاحظه عند تنظيف أذنك، تخرج عندما تنظف الأذن تلاحظ خروج مادة صفراء. ما فائدة هذه المادة الشمعية في رأيك؟ من اسمها تشبه الصمغ. الصمغ يقوم بعملية التصاق للمواد، وهذه أيضا المادة الشمعية الموجودة في الأذن تقوم بلصق الأتربة، بلصق الجراثيم، الغبار، ومنع وصول إلى الأذن الداخلية. إذن ما فائدة هذه المادة الشمعية؟ تقوم بالتصاق الأتربة والجراثيم والغبار، عفوا، لمنع وصولها إلى الأذن الداخلية، وبذلك نحافظ على سلامة الأذن. ناقش أنت وزملاؤك طرائق المحافظة على حاسة السمع. هذا السؤال مفتوح لك، هذه أذنك كيف تعمل على بقائها سليمة؟ لا أستخدم أدوات حادة، أستخدم مناديل نظيفة، لا أستمع إلى الأصوات الصاخبة. وهذا ناقش. إليك عزيز الطالب الحرية في إعطاء نصائح لزملائك في طرق المحافظة على حاسة السمع. في صفحة 50، أقوم تعلمي وتأمل فيه. أكمل الفراغ بما هو مناسب في الجدول الآتي. أجزاء الأذن الخارجية وظائفها: تجميع الصوت، كما قلنا المسؤول عن تجميع الصوت هو صوان الأذن. طبلة الأذن، ماذا تفعل طبلة الأذن؟ تهتز وتنقل الاهتزازات إلى الأذن الوسطى. من المسؤول عن نقل الصوت؟ نقل، إذن قناة الأذن. ما تأثير استخدام سماعات الهواتف النقالة مددا طويلة في حاسة السمع؟ نلاحظ في خلال الهاتف النقال
أن هناك مستوى للصوت، وأيضا يرسل لك رسالة تحذيرية إذا قمت برفع مستوى الصوت إلى أكبر من الحد الطبيعي، لأن ذلك سوف يعمل على ضعف في حاسة السمع. وإذا قمت دائما بالاستماع عن طريق سماعات الهواتف في النقالة مدة طويلة وبصوت عال جدا، قد يفقد حاسة السمع، يعمل ضعف في حاسة السمع وقد يفقد حاسة السمع لمدة طويلة عند استخدامها. وهكذا أنهينا الدرس الأول والثاني من وحدة الصوت.